بانه يواكب العصر غير طلبه التنسيق؟ احنا بناخد عندنا طلبه المدرسه الصناعيه بناخد من الاعداديه طبقا للمجموع بتاعه، بيجي لنا برضه بيقعد عندنا 3 سنين من الاعداديه؟ من الاعداديه. طب يعرف ازاي ابو اعداديه ده؟ احنا بنعلن عن نفسنا في الجرايد الرسميه ان احنا على توقيت القبول. انا مش عايز اقول لحضرتك احنا بيجي لنا اعداد كتير، بس بنقبل طبقا للشروط اللي بتتوفر فيهم بالنسبه لنا، شروط طبيه، وبنعمل اختبارات في اللغه الانجليزيه، بنعمل اختبارات في ماده العلوم والحاسبات، بنعمل اختبارات نظريه، شهادات عدم التعاطي لازم تبقى مرفقه بالملف بتاعه. عدم تعاطي المخدرات؟ بالظبط. ده حديثا ولا من زمان؟ من سنه، من اكتر من سنه، من قبل السنه اللي فاتت، واحنا شرط اساسي للالتحاق عندنا يبقى الملف كامل بما فيه شهاده عدم تعاطي المخدرات. موجود ومن جهه معتمده. طيب يعني هو دلوقتي حضرتك بتقول لي لغه انجليزيه، طب ما ممكن تكون لغته ضعيفه اللي خارج من الاعداديه. طبقا للمستوى للناس او المهندسين اللي بيحنوه او الدكاتره اللي بيمتحنوه بيبقوا عارفين مستوى الطالب سواء في اعدادي او في ثانوي، عارفين مستواه كويس، والامتحان بيتحط على قد المستوى المطلوب لا اكتر ولا اقل بيبقى. طيب اللي دخل باعدادي ده هيدخل لمده سنتين؟ 3 سنين. 3 سنين يخرج معاه ايه؟ يتخرج من عندنا 3 سنين معاه دبلوم فني صناعي. دبلوم فني صناعي. دبلوم فني صناعي. طيب انا لما هتخرج معايا دبلوم فني صنايع، هل انتوا بتوفروا له بعد كده من خلال المصانع، من خلال فرصه العمل، ولا بيبقى ايه الوضع؟ بياخد الشهاده وخلاص؟ احنا عندنا هنا خدمه ما بعد التخرج، عندنا داتابيز ل6 سنين فاتت لكل الطلبه اللي التحقت عندنا سواء في المعاهد الفنيه او المدارس الثانوي الصناعي. الداتابيز دي بتطلب مننا من مصانع الانتاج الحربي، بتطلب مننا من مصانع خاصه سواء في العاشر او في 6 اكتوبر، بنمدهم ببيانات الطلبه بحيث يقدروا يشغلوا الطالب طبقا للهيستوري بتاعه اللي كان عندنا، طبقا للملف بتاع الطالب، طبقا لدرجاته وتاهيلاته، كورسات اللي اخذها، بياناته وعنوانه وتليفونه، كل ده بنديه للشركات اللي بتطلب بحيث نقدر نوفر عمليه التوظيف للخريج بتاعه. طيب يعني نقول الدفعه تقريبا بيتخرج منها قد ايه؟ عدد يعني احنا هنا في المجمع، عشان المجمع عندنا عشان بيرسون هي في انجلترا هي اللي مسؤوله عن بيرسون. دي ايه معلش؟ بيرسون دي هيئه تعليم من انجلترا مسؤوله عن التعليم، بتيجي تشرف اشراف كامل عندنا على المجمع التكنولوجي، مجمع لمده 5 سنين، بيدرس 3 سنين زي دبلوم فني صناعي وسنتين معهد فوق متوسط. ال5 سنين دول معتمدين من بيرسون في انجلترا، بتديله شهاده معتمده من انجلترا ان الراجل ده درس دورات ممكن يشتغل بيها في اي مكان في العالم تقريبا يعني. العالم. العالم طبعا، بيرسون معروفه على مستوى العالم يعني هيئه كبيره يعني.